طيب تعالوا بقى نروح مؤقتا، يعني نطلع بحضراتكم بره اطار المونديال، ونقول مليون مبروك للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي اللي توج بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب المنافس العنيد فريق الاتحاد السكندري. هي بطوله غاليه جدا ومهمه جدا. تعالوا بس نتكلم شويه عن مكاسب الفوز بهذا اللقب. اولا مصالحه للجماهير واستعاده مره اخرى ل تراك او لمسار البطولات، طبعا الى جانب تاكيد شخصيه وهويه النادي الاهلي القادره دائما على حصد البطولات رغم خسارتنا في مباراه الذهاب، لكن الحقيقه فزنا في مباراه الاياب وحققنا اللقب المنشود. شكرا لكل لاعبي فريق المرتبط الشباب اللي ساهموا في حصد هذه البطوله وهذا اللقب، واكيد الفريق هدفه الفوز بكل البطولات في الموسم الحالي ان شاء الله. دلوقتي خلونا بقى نشوف رسائل الجمهور للاعيبه الاهلي بعد الفوز بهذا اللقب للموسم الثالث على التوالي وللمره الثامنه في تاريخه. ألف مبروك لفريق الأهلي لكرة السلة، هو عمل نتائج كويسة جدا في بطولتين مهمين، بطولة الدوري المرتبط والدوري العام. السنة دي تعادلنا في الماتشين، فاللي كسبنا الناشئين، فأنا ببارك لإدارة النادي الأهلي اهتمامها برضه بالناشئين، وكلمتي للفريق الكبير يا ريت احنا بنضيع كتير قوي، ضاعت البطولة العربية بسبب الرميات الحرة، يا ريت نهتم بيها شوية لأنه بيضيع مننا كتير فيها. ومرة تانية ببارك للنادي الأهلي وبقول له ألف مبروك، دايما مشرفنا. قدروا إن هم يثبتوا جدارتهم محليا وعربيا وأفريقيا، أصبحت كرة القدم كرة السلة نجومها معروفين في الوسط الرياضي، مش بس الأهلاوي، في الوسط الرياضي المصري. أنا بهنيهم من كل قلبي على الجهد الكبير اللي بيبذلوه والمستوى الرائع اللي ظهروا بيه، سواء هم او فرق الناشئين المرتبط اللي بيشتغل معاهم وكده. وبهني المدرب على العقليه الذكيه اللي بتتعامل مع النادي الاهلي ومع فريق النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله نخرج بقى من المحليه ونخش بقى على الافريقيه ونخش على العالميه، ويبقى مستوى كره السله في النادي الاهلي ينعكس على المنتخب. طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي، الحمد لله الفتره الاخيره خلاص بقى تروح الفينال الحمراء في كل الالعاب، سواء الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه. كان عندنا الاول خلاص هو الفريق الاول كره القدم، كأي حد اهلاوي عنده الاهلي خلاص هو كره القدم. لا، في عندنا الحمد لله طايره، في عندنا سله، في عندنا جميع الالعاب بفضل الله خلاص. الف مبروك للاعيبه الاهلي، عملوا موسم حلو، طبعا ظهروا بشكل كبير حلو بشكل حلو، كان فريق منظم طبعا، كسب البطوله، فنقول لهم الف مبروك. طبعا احب اهني ابطال كره السله في النادي الاهلي في الدرجه الاولى وفريق المرتبط على فوزهم بالدوري العام. هم دايما معودينا ان الاداء بيبقى متميز في الملعب والنتائج دايما متميزه، فكل التهنئه ليهم وكل التهنئه والدعم كمان لمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على المجهود والدعم والسبورت والرعايه الكامله اللي بيوفروها لفرق النادي الاهلي جميعا. طبعا من ضمن الوجوه الجميلة اللي طلت علينا من خلال التقرير ده طبعا كابتن محسن صالح، وهو قيمة وقامة واسم وتاريخ كبير الحقيقة، ومن الشخصيات المميزة جدا في تاريخ كرة القدم المصرية، فتحياتنا ليه ونور الدنيا بوجوده معنا في هذا التقرير. ومبروك مره تانية طبعا للنادي الاهلي، حاجه بجد بتسعدنا. وشفتوا حضراتكم ازاي الناس كانت سعيده جدا، اي انجاز بجد في اي رياضه مش بس كره القدم طبعا بيحسب للنادي الاهلي، بيسعدنا كلنا.